Ah, era perfetto. La cucina di coppia. كما كيبان لكم هنايا العجينة تجي على شكل فطر محشية من داخل بالفطر عاوتاني تا هو غادي ندير من نفس العجين أو نفس الحشو غادي ندير حتى لي سوشون بطائر هكا ساهلين مهلين فخليكم معايا. هنا عندي شوية البسباس وبصلة صغيرة غادي نقوم بالخلط ديالهم مزيان بالخلاط الكهربائي. هنايا في طنجرة غادي نوضع ملعقتين تاع زيت الزيتون ونضيف عليهم البصل والبسباس ونخليهم يتشحروا مزيان شوية. نقوم بإضافة الفطر، عندي نوعين تاع الفطر الأبيض والبني. فلفل أسود وبودرة الثوم ونخليهم يمتزجوا مزيان مع بعضياتهم لحقاش الفطر كيطلق الماء. هنا غادي نضيف شوية تاع الماء، قليل قليل من الماء ماشي بزاف، ونخلي الفطر حتى يطيب مزيان. هنا القوام ولا تقيل، غادي نضيف الكريمة تاع الطبخ نخليها تغلي دقيقة ولا جوج ومن بعد نضيف على شوربة الفطر ديالي. دابا هنايا غادي ندير عجينة نتاع الفطر، غادي نبداو بالدقيق الأبيض. عندي زلافة متوسطة نتاع الدقيق الأبيض ونص زلافة نتاع سميدة رقيقة أو الدقيق الأصفر، غادي نضيف عليهم ملعقة كبيرة نتاع بودرة الحليب والقليل من الملح مع ملعقة نتاع السكر، نخلطهم مزيان. غادي نضيف ملعقتين تاع الزيت النباتية والحليب، عندي هنايا كوب تاع الحليب مع الخميرة اللي تفعلت. العجين الصباح عندي جاهز، غادي نضيف عليه قليل من زيت الزيتون ونخليها تختمر.
الموز دابا باش نوجد الحشو غادي ندير زيت الزيتون ملعقتين، غادي نضيف عليهم بصلة صغيرة مشوطة، نقوم بإضافة الفلتر. عندي هنايا حتى هنا عندي جوج ديال الأنواع، نخلي داك الفلتر يهبط مزيان مع الحرارة. بودرة الثوم، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة نتاع الكمون، ومعلقة صغيرة نتاع الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة نتاع الملح. قمت بإضافة كمية قليلة من السبانخ، غادي نخليهم يطيبوا كاملين مع بعضهم. هذا العجين ديالي غادي نقوم بالتقطيع ديالو الى قسمين، القسم الاول غادي ندير به دوائر صغيره وكبيره، الحشو غادي نضيف عليه جبن الفتة، انا خديت الطاسة نتاع الكب كيك اللي كتكون صغيرة كتعطي لي كاب كيك صغيرين، فطائر صغيرة بنفس الحشو. صفر بيض